نحييكم، نرحب بكم، نسعد دائما بلقياكم مباشرة من ملعب الخامس جويلية الأولمبي في هذا المساء، المساء الكروي. نلقاكم لنتابع وإياكم قمة الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة في افتتاح هذه الجولة، لقاء كبير بعنوان الديربي العاصمي. المولودية الشباب يلتقيان مجددا للمرة السابعة عشرة بعد المئة، نعم للمرة السابعة عشرة بعد المئة. هو تاريخ طويل وفصول عديدة تروى من قصة المواجهات بين أحد أقطاب الكرة الجزائرية، أحد أقطاب الكرة هنا في العاصمة الجزائر. هي مباراة الجوار، مباراة الفرجة والاستعراض. عوف بن غيت، ثم بعد ذلك إلى بن عياد على الجهة اليمنى، ممتازة الكرة في العمق داخل منطقة الجزاء، دي فرصة ممكنة الهدف، ولكن للشباب بلوزداد. عبد الرحمن مزيان على الطرف الأيسر، البحث عن عرضية ملعوبة في الدفاع، حمزة موالي، اللمسة باتجاه كيبري ليفواري على الطرف الأيسر، يتقدم كيبري يبحث عن المراوغة، سريع ومهاري وخطير أمامه لاعبين، بن عيادة كيبري هل يتجاوز المدافعين، ولكن أمام بن عيادة من دون خطأ يقول الحكم عوينة. هذا هناك الحكم يعود إلى الفار، هل هناك لقطة أم هناك شيء ما؟ الحكم هذه لقطة ربما تأكد مني كانت هناك ركلة جزاء واعتراض وعرقل للمهاجمة ليفواري كيبري. الحكم تأكد من اللقطة وسيعلن قراره بعد لحظات. هل كانت هناك عرقلة؟ هل كانت هناك ركلة جزاء؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء. الحكم اعتبر بأن بن عياد ارتكب مخالفة داخل منطقة الجزاء على كيبري، وفرحة جماهيرية وفرحة لاعبي مولودية الجزائر بهذا القرار وبركلة الجزاء التي جاءت مبكرا. أي سيناريو، أي سيناريو لهذا الديربي الذي قلت قبل. المولودية أمام موعد تسجيل الهدف الأول، أندي ديلور يتقدم، ديلور وين هذه الكرة يا ديلور؟ وين هذه الكرة؟ هذه ليست تسديدة بل هذه بعيدة تماما عن المرمى، بعيدة افتقدت للتركيز. شوف وين مشات الكرة، توجهت مباشرة إلى مدخل اللاعبين في غرف تغيير الملابس، وحسرة بادية على وجه زكريا نعيجي. مرة أخرى ممتاز المراوغة، تبادل كروي، واحد اثنين بينه وبين كيبري، هذه فرصة. فعل المولودية، ربع ساعة 1-0 صارت النتيجة. يا له من هدف، ويا لها من كرة، ويا لها من لعبة ثلاثية ملعوبة ومضبوطة، وكأنك في حصة تدريبية. مولودية الجزائر تفتتح مجال التهديف بقدم أندي ديلور، 1-0 صارت النتيجة. أي لعبة وأي فرصة وأي لقطة، يا لهم من هدف ويا لها من فرصة، ومدرجات ملعب خمسة جويلية تهتز، جماهير المولودية سعيدة وفرحة. لم يكن إطلاقا زكريا نعيجي متسللا، 1-2 وبلمسة واحدة، وأندي ديلور يوقع هدفه الثالث هذا الموسم. شوف يا السلام، يا السلام على هدف متقن ملعوب بطريقة فنية جميلة، وكأنك في حصة تدريبية. وباتريس بوميل يتجاوب مع هذا الهدف الذي كما ذكر جاء تاز المراوغة والمرور بحثا عن عبد الرحمن مزيان. هناك على الجهة اليمنى عبد الرحمن مزيان، أمامه لاعبين داخل منطقة الجزاء، هناك التعادل، 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 التعادل. إسلام سليماني يعدل النتيجة ويسجل هدفه الثالث مع شباب بلوزداد، 1-1. يا لها من لقطة ويا لها من فرصة،
لقطة خاطفة من عبد الرحمن مزيان باتجاه القناص الهداف إسلام سليماني يسجل هدف التعادل أمام غزالة وأمام عبد اللاوي، لم يستطع فعل أي شيء. لاحظوا تابعوا استمتعوا بهذه اللقطة، شوف كيف مرر وكيف خرج إسلام سليماني أمام المدافعين بقوة، لم يترك أي فرصة للحارس توفيق مساوي. 1-0 صارت النتيجة، ولكن هل سيعود الحكم؟ هل كان في حالة تسلل على عبد الرحمن مزيان؟ سنتأكد. مواجهة مشتعلة في قادمة الدقائق بينما أندي ديلور كان يبحث عن ركلة جزاء. أندي ديلور كان يبحث عن ركلة. زكريا نعيجي وركلة حرة لمصلحة فريقي مولدية الجزائر، البحث عن الزاوية الباينة. عليه الحال في لقطة هدف التعادل عندما تخلص إسلام سليماني وتمركز، بينما هذه فرصة يا بيزيد يا سفيان، فرصة كانت لتكون هدف ثاني. شوف كيف سبق الجميع هنا، سفيان بيزيد أمام معاد حداد، يا لها من فرصة ويا له من التقاط للكرة التي بين أبو صوف وبالخماسة، يتفوق لاعب شباب لوزان. هذه فرصة، هذه محاولة، هذه إمكانية داخل منطقة الجزاء. عبد الرحمن مزيان كيبري ليفواري داخل المنطقة والعرضية، والبحث عن المدرجات اشتعلت بالأحمر، أحمر البلوزدادي. يا لها من صور جميلة يصنعها أنصار فريق شباب بلوزداد، صور واقف ينفذ الكرة بينما بلغي تصويبه. الثاني للشباب، يا لها من تسديدة ويا له من هدف ويا لها من تصويبة. هذه تسديدة ولا صاروخ ولا قذيفة؟ إنها مباغتة جاءت من عبد الرؤوف بلغيت، والهدف الثاني للشباب. شاهدوا تابعوا كيف صوب، بوم، هذا صاروخ، هذه تصويبة، هذه قذيفة لم يرى فيها توفيق مساوي شيئا، جاءت من أكثر من 25 متر بهذا الشكل، منح عبد الرؤوف بلغيت التفوق لشباب بلوزداد الذي قلب الطاولة على مولودية الجزائر. بعد غزالة يرسل كرة داخل منطقة الجزاء بفرصة في إمكانية ممكن الهدف في اللقطة الماضية، بايزيد وأيوب عبد اللاوي والرأسية، السلام على الكرة والسلام على رأسية والسلام على التصدي، ممتاز من زغبة. لاحظوا الإعادة، تابعوا جهة الكرة من زكريا نعيجي والقادمون من الخلف. أيوب غزالة يلتقط هذه الكرة بالرأس، كانت متوجهة إلى الشباك، يا لها من كرة ويا له من تصدي. الآن أصبحت المناورة في خط الدفاع، هامش المناورة أصبح صغير جدا بوجود المدافعين وبدخول معاد حتى. هذه الصورة الجميلة، هذه الصورة الجميلة لأنصار الفريقين المولودية والشباب، اشتعلت المدرجات، هذه الأجواء الخرافية. كانت الحرة الثابتة، زكريا نعيجي البحث عن الرؤوس، عن الروض، هدف التعادل. عبد اللاوي ماذا ضيعت؟ ماذا أهدرت؟ ماذا فوتت على فريقك؟ الحسرة والصورة واضحة، ستندم يا عبد اللاوي على ضياع هذه الفرصة. شوف الإعادة، شوف الفرصة، شوف اللمسة، شوف كيف خرج أيوب عبد اللاوي خلف المدافعين بالرأس، ارتقى والقائمة هذه المرة يرد رأسية أيوب عبد الله. وشوف الفرصة، هل لمسها زغبة أم لم يلمسها؟ الهدوء المفقود مع بداية الموسم. هذه كرة، هذه إمكانية، هذه فرصة ممكنة، الثالث 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 يا نوفل، والأخطاء الدفاعية القاتلة تكلف المولودية هدفا ثالثا قاتلا، ومن أول لمسة نوفل خاسف
دخل وسجل ومنح التفوق وأكد انتصار شباب بلوزداد في هذا المساء على مولودية الجزائر. 3-1 صارت النتيجة، فرحة جماهيرية كبيرة، وخطأ دفاعي قاتل من باتشو يكلف المولودية هدفا ثالثا. يا سلام على نهاية دراماتيكية، يا سلام على سيناريو غير متوقع، يا سلام على الشباب. هذه المباراة الذي يا باجو، يا باجو ارتكبت خطأ العمر، ارتكبت خطأ فادحا امام لاعب مهاري اسمه نوف الخاسف. شوف هنا فقد التوازن، شوف كيف خطف الكرة نوف الخاسف، راوغ الجميع بمن فيهم عبد اللاوي وصوب بشكل ممتاز، وترك الحارس توفيق مساوي واقفا متسمرا يتابع الكرة وهي تلج شباكه.